بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم الأم الغالية. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فضفضة، لما؟ لأن ثباتك ثبات كل أفراد الأسرة، هدوئك هدوءهم، وجدر نجاحاتهم. ابتسامتك هي القوة التي يستمدها أطفالك ليمضوا في حياتهم ولو لم تنطقي بكلمة. مسيرة الفكر تظهر على سلوكياتنا. خلينا نتمشى مع بعض قليلا. الحمد لله، نحن في مملكتنا الحبيبة أعطيت الأولوية الأولى سلامة حياة الفرد، ويشمل ذلك فلذات أكبادنا. رقم اثنين، ما ألومك من كثر ما عرض على مسامعنا ومرآنا من انتقادات ونكات وأخبار، كلها تعترض على موضوع التعلم عن بعد، فأصبح الأمر يرى بشكل سلبي أو أنه مرفوض أو أنه غير مفيد أو أنه مخالف للطبيعي. لا، أبدا لا، الطفل باستطاعته التعلم عن بعد. الطفل في شيء اسمه vicarious learning، يتعلم عن طريق المشاهدة. الإنسان يبدع في أمر بدون تعلمه أصلا. محدودية هذه القدرات ما هي بيد أي ظرف من الظروف. ننتبه سويا بما نسمح على مسامعنا ومرآنا بالتعرض له. لما؟ لأن إذا شعرنا بالسلبية أو بالأسى تجاه أطفالنا فسينقل لهم ذلك. لا نسمح بغسيل العقل وغسيل الأمل من القلب أبدا. نحن لسنا في محنة، نحن في منحة. إذا كنا في محنة حنكون مثل وضع بعض المدن في دول عظمى الآن تعاني بمئات الآلاف من المصابين بسبب عودة المدارس، أعانهم الله يا رب العالمين. رقم ثلاثة، أيتها الأم، لست معلمة، أرجوك ما زلت الأم. المعلم يدرس سنوات من البكالوريوس ويتدرب، وما زالت مهارة توصيل المعلومة قد تكون بحاجة إلى تدريب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأم أم داعمة للتعلم، الأب أب داعم للتعلم. ربما قالب هذه الأمور يختلف الآن. نعم، معك حق، يحتاج الطفل بعضا من البعد عن الأم ليعمم المهارة، ليكبر، لينمو، ليخاطر في إجابته أثناء الدرس اللي عن بعد. رتبي وشاركيه ونظمي له، واشتري الأغراض مع الأب لتنظيم أموره وكتبه وكراساته وكل أموره، واذهبي للاطمئنان عليه وقت الاستراحة، ولكن حاولي أن تراقبيه قدر الإمكان عن بعد. أهم ما تعطيه لطفلك فسحة حرة يستطيع من خلالها استشعار هذه التجربة للتعلم عن بعد بإيجابياتها وبمحدودياتها. صدقا، موضوع الكورونا ما حصل من 20-30 سنة كي نكون نحن من نتعلم عن بعد، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حصل لأبنائنا لأنه بوسعهم، لأنه هذا مستقبلهم، لأنهم بحاجة لبناء بعض القدرات اللي تعينهم في حياتهم القادمة بإذن الله. فإذا نستبشر ونركز في الأمور التنظيمية الروتينية للطفل، تواجدنا الطاغي تربط الاعتمادية، فلذلك يجب أن نحرص على هذا الأمر. خل الطفل يطلب المساعدة وقت الحاجة. طلب المساعدة وقت الحاجة مهارة استقلالية جدا، وتريحنا وتمكننا من متابعة طفلنا بإذن الله، وهي مهارة يحتاج أنه يتعلمها ويطبقها. ودمتي بخير.